السلام عليكم أعزائي المتابعين، كيف كل يوم؟ اليوم راح نحضر أكلة جديدة لليبرق ورق العنب، يعني باللحم والرز. والمكونات 2 أطرميزات للورق من هاي. أنا بستعمل هذا النوع، هذا المتوفر عنا. حطيت 2 أطرميزين مي سخنة، خليتهم شوي ينتقعوا. وهنا 2 كاستين رز من غسلتهم، صورتهم مزبوط. وعنا هون ليمون، 250 غرام لحمة. عنا ثوم مثل ما هو بدنا نحطه، 2 ملاعق سمنة، شوية ملح، ملح، فلفل، بهارات، وثوم مهروس للحشوة، وشوية زيت. حنشوف المكونات نحطهم سوا نعمل تبلة. أول شي نحط أول كل البهارات مع نص كاسة زيت عشان ضل حبة الرز مفرفدي. نحط السمنات، 2 ملاعق طعام مش كبار، نتخلوا فيها شيء بالصحن. نضيف اللحمة، وبس هيك نخلطه منيح، وبعدين نبلش لف اليبرق. هلا رح نفرجيكم كيف نلف اليبرق. نحط الورقة، ناخد شوية لحمة مع الرز، ما منكتر لأنه الرز بده ينبوج، ومنلفها نفس طريقة اللي تلفينا اليالينجي إذا شفتوا الفيديو بهالطريقة. هيك نلفها لحتى تنتهي. نلف تاني، نلفها من هون من هون عشان الرز ما يطلع لبرا، ونلفها بهالطريقة. بس هون ما مكتر للحمة والرز بقلبها مثل اليالينجي، نكون أقل. هديك فيها خضرة، هاي ما فيها خضرة. أهل بمصر بحطوا لها خضرة، بس نحنا بالشام سوريا ما بنحط، نحط بس رز ولحمة. ونخلص اللف ونشوفكم مرحلة التطبيق. طلعوا كمية منيحة، دول 2 أطرميزين مع 2 كاستين رز مع 300 غرام لحمة حطينا. هلا بدنا نصفهم بالطنجرة، بنضيف عليهم ملح والمي، وأول شي بنرش توما. أنا هون حاطة بالطنجرة شوية بادام عشان يعطيها زكاوي وطعمة. حط التوم مثل ما بتحبوا، تحبوه هيك أو تحطوه راس كامل. راح نحطهم بالطنجرة، نحط التوم والليمون. دول شوية قشور ليمون بتروح زنخة العظام، ومنه بتعطيها نكهة. هلا 2 ملاعق الملح، فيك تحطيها هلا، فيك تحطيها بعد ما تحطي المي، ما بيأثر. بدها 2 ملاعق ملح لأنه كمية كبيرة. ومنبلش نصف اليبرق. خلصنا صف اليبرق، نجيب هلا صحن نغطيه، يكون تقيل، صحن صحنين، او اذا عندك تقلة المحشي حط المي، وبعدين بنرفعه على النار. بعد شي ساعة بنغلي اليبرق بدون كمان مي. هلا بحط لهم شوية الاخر لحتى توصل مي لهون، اقل شي يعني. نعصر الليمونات بعد ساعة بنحط الليمون، مو بنحطه هلا عشان ما يمسك الورق. هاي مكمل مي مثل ما قلت لكم لحتى هذا الغلا. هيك بكفي مي، بنحطينا على القوي هلا. بس الغلي غلوتين ثلاثة من نوس بنهدي عليه، وبنخليه بعد ساعة، بنحط الليمون وبنرد منهدي على الآخر ليستوي. نشوف الورق، راح نهدي عليه النار
نوس عليه ونغطيه كمان. بعد ساعة نحط له خمر ونشوفكم بعد ساعة. بعد ساعة شوف الورق نحمضه. أنا عصره هون 5 ليمونات راح أحط لهم إياهم. خلي لي يغب حامض ويستوي منيح وبعدين نشوف درجة استواء تبعينا. بعد ما استوت الطبخة استوى اليبرة، صلوا 3 ساعات على النار على الهادي كتير. طفيت عليه وهلأ بدي صفيه. صفي هالمرقة واقلبه بطنجرة، اقلبه بجاط او جاط التقديم. هلأ رح نقلب بطنجرة. هلأ طريقة ننتبه منيح لنحرق ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نظبطها شوي، رح نرفع الطنجرة شوي شوي. نحاول نظبطه منيح، سخن كتير. طبق بشهي. طبقنا صار جاهز للتقديم. الورق العنب مع اللحمة والعظم، وبتقدم معه فليفلة، شرائح ليمون، أطيب شي النعناع واللبن معه. وفي ناس تحب المرقة تبعته لأنها حامضة بالليمون. لا تنسوا تدعموا القناة وتشاركونا دائما، تعملوا لايك وشير، وإن شاء الله هيك دائما بيوصلكم كل جديد. وانتو كمان شيروا لنا القناة لرفقاتكم وأصدقائكم حتى يتابعونا ويدعمونا. شكرا لدعمكم. السلام عليكم. فيديو قادم وصحة وميت هنا.